بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، صحة وعافية إن شاء الله. دونك فتحت هذا الفيديو هذا باش نتكلم شوية على الجبس القلاط. أنا من رواد ومتتبعين على شبكة اليوتيوب، معظم الفيديوهات الموجودة على شبكة اليوتيوب أنا من متصفحيها ومتبعيها، بحيث نفتح قوس على فيما يخص الجبس اللي هو البلاك. هناك عدة فيديوهات عملية خلط الجبس. محتوى هذه الفيديوهات معظم يعني محتوياها هذه الفيديوهات ويقول لك كيفاه يعني نتخلط الجبس، ترميه في الماء وما تخلطوش، ترميه في الماء وما تخلطوش لربح الوقت في اثناء العمل، باش تربح الوقت باش الجبس تاعك لن يجف بسرعه، باش يعطيك الوقت باش تخدم. لكن من جهه اخرى، هل عندما نرمي غبره البياض اللي هي الجبس على الماء بدون خلطها هل تبقى في كفاءتها؟ هنا السؤال يطرح نفسه. ولهذه الأسباب أفكر في وضع فيديوهات ندرس فيها، نقوم بتجارب عملية وندرس فيها على صلابة الجبس، ونشوف أما هو يعني الأحسن طريقة للحفاظ على صلابة الجبس، وهذا مهم جدا جدا جدا. بما أننا عندنا فيديوهات في هذه القناة نتكلم على مشاكل الجبس الميت ومعالجة الجبس الميت، إذن يهمنا الجانب اللي هو الحفاظ على كامل كفاءة الجبس، صلابة الجبس. معناه كي نكملوا العملية البياض الشقة لازم عند ترك يعني وقت 48 ساعة للجفاف، ويقدر يكون أكثر من ذلك إذا تطلب الأمر. صديقون الشقة، هل هي شقة مشمسة أو شقة ليست مشمسة، إذن هذا الوقت تاع الجفاف راح يتغير من شقة إلى أخرى. الحين نقوموا بالتجارب، نجربوا كفاءة الجبس بالمعيار الدقيق الذين يستعملونه الحرفيون في طلاء الجبس. نديرو بالميزان، نخدمو بالميزان ونشوفو وندرسو كفاءة تاع الصلابة تاعو اللي هو عنصر مهم جدا. اما كي نشوف انا فيديو يقولك ما تخلطش الجبس، ارميه واتركه بضعة دقائق ومن بعد فرغ الماء هذاك وتخدم به، يا هل ترى هل الجبس هذاك بكيما يعني كيما خلطناش، هل الجبس هذا راح يكون بكامل الكفاءات تاعو تاع الصلابة؟ لهذا عنصر مهم جدا. اذا ما راهوش، اذا يفقد من الكفاءات تاع الصلابة تاعو، تسمى تعتبر هذه الطريقة خاطئة وغير مدروسة بدقة. كل هذه المحتوى اللي راني نتكلم لكم عليه سنقوم في عدة فيديوهات في هذه القناة ونقوم بتجارب، نجيبوا لي غوبلين ونسيو نجربو جبس نرموه في الماء بلا ما نخلطو، عينة واحدة أخرى نرموه في الماء ونخلطو، عينة واحدة أخرى نرمو الجبس مع الماء عشوائي بدون عملية حسابية، ونقوم بالتجارب وندرسو حتى الصلابة تاعو أيهما أحسن طريقة وأحسن يعني تركيبة كيميائية بالتعادل مقدار الماء ومقدار فارينة الجبس بالمقدار، ونشوفوا أيهما يعني أنجع وأيهما يخرج بكامل كفاءته المطلوبة اللي هي صلابة الجبس. وهذا عنصر مهم جدا 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 لكي لا نقع في الأخطاء التي ارتكبت في السكنات هنا في الجزائر. في معظم السياق السكنات في الجزائر سواء عدل أو سوسيال فيهم هذا المشكلة تاع الجبس الميت. ولقد سبق وأن أشرت لكم أن
مشكلة تاع الجبس الميت هو يعني قال لك الخبر يجيبوه توالا، سقسينا اصحاب الحرف قال لك يديروا له الايزيس باش ما يديرش، لكن ماشي غير هذه العمليه، اكتشفت كذلك انه حتى الجبس عندما يكون في عمليه يعني الكيميائيه تاعو يبدا يسخن وخلاص يبدا كي يبدا يسخن خلاص تماك لازم يكون هو ديجا راه مطلي على الحائط لكي يبدا في عمليه الجفاف. اما اذا بدا يتيري يعني سخن بدا يسخن وبدا يتيري وانت تعاود تعجنه من جديد وديره، هذا هو كذلك بما يسمى الجبس الميت. اكتفي هنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتلاقوا في ساعة الخير إن شاء الله.